أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها الشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات
شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور إن الكافرون إلا في أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا قل هو الرحمن قل هو فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن روپ کلاو السلام علیکم سگی مننا شی وجہ
ما دغه د لور په کچه نه کوټ ګوزه افتخار دی او هغه دی زور دی بس دوا و ته کوه ما سره کنه بیو درا شوبه شوبه یره ما سره لا دیو بشی د نوې ملګری د لاور اخر چې له پرون جنازه وا زه د پن څه لګا دې خبر لګا دې چې تر فون وکړي ډیر قسم ما سره راځي سار څه وی دی نه بچی دی او بس ته یې څو فور دې شو پرځ دې کړو ټول ته یاندا سلام دې ته جن دې بيدوس کیږي ولای دوه بشی په پاره کې څه مسله مانه وندي ټول دې لاو بشی دې ټول رتون دې لاره موږ په لاره رسو ما دا دې نوې ټول بشی دې تر فون نو بغا کی ما خدمت کی کوم نو څه وی دا سیدا سیدا بس یې را دې مې یو را ما په څه یو په دې بشی او باندې نه کای نه دې غا دې شخو ټول ټیپک باندې راغلی دې ولاد وسه شو کی بس په دې په دې اجر او ته وی کی مطلب شټول په ټیپک راغلی دې ولاد الله دې ته ټول اوړه جوړه کنده دې مې یو ورته ورګي امينو مطلب دې بس نو څه وی بس په څه کې په دې په څه لا بوت سوتي امين السلام علیکم نن موږ له زبره تر غری یو او نن موږ ډیر خوش ملګری ا دلاور خان محله ټاټر خیل او آغا او پچویو او ډیر لوی جنوزای وشو والا تعالی دی وته جنتی پیر دوست کی زیویر کی امین والا تعالی دی یاغو پیمله ته ډ صبر ویر کی امین والا مودي د نور غمونو نو وسوتی امين مو بازار دې موزه شاخ کللو امين مو بس والا مودي نور غمونو نو وسوتی امين او والا تعالی دې بس دې ته دو منزل الله دې خوځي دو منزل وته خوده په قسون کی قبر پوښوي او دوی نه بس دو شاخ کللو مو بس ټول چې چته ګوره دا وو ته کوي او مو تر په دې دې دو سلام When you have to buy, get one, huh? Make sure and wait a year. Yeah? And, you see that like Anna's one? Like Anna's one, get that one. Huh? Don't have to stick there.